هذا وجاءت جائزة عيسى لخدمة الإنسانية لمن سعى في تحسين ظروف البشرية وتقديم الحلول المبتكرة للقضايا الإنسانية والاجتماعية ومد يد العون للمحتاجين من مختلف بقاع العالم. نعم، وترسخ هذه الجائزة ريادة مملكة البحرين ونهجها الأصيل في تأسيس المشاريع وإطلاق البرامج التي تسعى لخدمة الإنسان أينما كان دون تفرقة أو تمييز. بمرسوم ملكي ثامن في عام 2009 تأسست جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تخليدا لذكرى الأمير الراحل صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وتقديرا لمكانته ولما تجسده شخصية الأمير الراحل وما اتسم به من تواضع جم وحب لعمل الخير وخدمة الإنسانية. تحمل جائزة عيسى لخدمة الإنسانية قواعد عدة، وتمنح لأي فرد أو منظمة ممن قاموا بأعمال وقدموا خدمات متميزة أسهمت في خدمة الإنسانية وعملوا على تغيير العالم من خلال مبادراتهم الإنسانية وجهودهم في إيجاد حلول إبداعية مبتكرة للقضايا الإنسانية والاجتماعية من أجل تحسين ظروف البشرية، حيث يتم اختيار المترشحين من قبل لجنة التحكيم التي تقوم بدراسة وتقييم أعمال كل مرشح، وبعد تطبيق المعايير المعتمدة على مجموعة المترشحين أفرادا ومؤسسات من مختلف أنحاء العالم، يتم فرز من تنطبق عليهم المعايير الدقيقة كمرشحين محتملين، وبالمزيد من التدقيق على ما تم فرزه فيما يخص مستوى أداء الخدمة الإنسانية وأبعادها ومخرجات مشاريعها وسعة انتشارها وفاعلية تأثيرها وتنوع هذا التأثير وقيمته الإنسانية، يتم التوصل إلى كشف مختصر أولي للمرشحين لنيل الجائزة. بعد تلك المرحلة يتم المزيد من البحث والتدقيق والتقييم للتوصل إلى القائمة المختصرة بصورتها النهائية، وبعد دراسة وتقييم أعمال كل مرشح على حدة تتوصل اللجنة إلى الكشف المختصر النهائي الذي يضم 3 أسماء يتم عرضهم على مجلس الأمناء لاختيار أحدهم للحصول على جائزة عيسى لخدمة الإنسانية. جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تزداد رسوخاً وتميزاً وانتشاراً بمرور دوراتها، فهي من الجوائز الرائدة عالمياً في مجال العمل الإنساني، حيث يعكس طابعها حرص مملكة البحرين بنهجها الأصيل على ترسيخ قيم التعايش والتسامح وتحفيز العمل الإنساني بكافة الأصعدة المحلية والعالمية والدولية.